اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد عن تركيب العليقة بتاعت الفراخ. باختصار كده انا حطيت 24 كيلو ذرة اهو دجيج الذرة و 12 كيلو حمص مطحون من بتاع المولد، حمص مطحون من بتاع المولد اهو و 12 كيلو فول صويا، وهقول لك ازاي تجيب فول صويا رخيص ميبقاش غالي. وبنجيب بنحط ملح طعام وبنحط بودرة بلاط اهي جنبه اهي، الملح خشن والبودرة ناعمة، وبنحط بريميكس تسمين اهي عشان تبقى انت عارف شكلها، اهي بريميكس تسمين رخيص، الحاجات دي كلها رخيصة. وبنحط ثنائي اهوت اهو، وبنحط مضاد سموم، مضاد سموم ب6 جنيه، البريميكس ب10 جنيه، هو المضاد الكيس الثنائي الكيلو الثنائي هو اللي ب39 جنيه، وفي ب20 وفي ب25، بس انا جبته ب39 اهو مضاد سموم عشان لو انت خدت حاجه فيها فطريات اللي عليقه فيها فطريات ولا حاجه مضاد سموم ده بيشتغل. هنقلب ده كله مع بعض يا جماعه وبعدين نرجع تاني. بعد ما قلبنا دلوقتي الناشف اهو اهو ده ناشف اهو، لكن ده طري، ده طري. بعد ما قلبت بحط عليه بابله ميه زي اللي في الطبق ده كده مبلول، بيتفرول اهو بيتفرول بس مبلول، واقوم افرمه في المفرمه عشان يطلع علف زي بتاع المحلات بالظبط وبنفس القيمه الغذائيه. خليكم معايا. بعد ما عملته كده بنشفه وبديه الفراخ، والفراخ بتاكله زي علف المحلات ويمكن افضل كمان. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واعمل لنا لايك عشان تدعمنا نقدم فيديوهات اخرى. شكرا لحسن المشاهدة والى اللقاء في فيديو جديد.